هلو، السلام عليكم. اليوم راح نتناول موضوع هو خلاصة الشعير أو ما يسمى تحت مسمى بالبيرة الخالية من الكحول. وهذه النوع من المشروبات هو رائج في أسواقنا المحلية بشكل كبير. منين يتكون؟ ما هي المادة الأساسية في تصنيع هذه المشروبات؟ تلاحظون أنه لدينا الكثير من هذه المشروبات في الأسواق، وزادت ماركاتها وأنواعها وبرانداتها. بالعادة ينتج هذا المشروب من الشعير المنبت، الشعير اللي يتم إنباته 5 أيام أو 4 أيام ويتم إيقاف الإنبات. بعد ذلك يتم تجفيفه وتحميصه وطحنه، ويتم استخلاص سكريات اللي بسيطة اللي تحولت أثناء عملية الإنبات. هذا هو بخلاصة سريعة خلاصة الشعير. خلاصة الشعير ليس الشعير الغير منبت. عندنا شعير منبت اللي هو مالت، وعندنا الشعير الغير منبت مثل ما تلاحظونه. الشعير المنبت هو يكون هش وبنسبة من الحلاوة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على سكريات بسيطة من مالتوز وجلوكوز نتيجة عملية الإنبات. يتم نقعه لفترة واستخلاص مكوناته، وبعد ذلك تضاف له المنكهات. في المشروب الاعتيادي يضاف له حشيشة الدينار أو الهوبز الأعشاب، وفي المشروبات اللي يتم إضافة إلى منكهات مثل تفاح، ليمون، رمان إلى آخره من النكهات. هذه تكون خالية من الكحول 100% بسبب عدم دخولها في مرحلة التخمر، أو عدم مرورها مرحلة التخمر اللي هي الاعتيادية. يتخمر فترة من الزمن يتحول بسكريات إلى كحول. بصورة عامة المشروبات أو مشروب خلاصة الشعير أو ماء الشعير الخالي من الكحول يحتوي على أهمية كبيرة من احتوائه على مركبات فعالة من الشعير ومن الشعير المنبت، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة بالشعير المنبت، بالإضافة إلى المعادن. لذلك حسب وجهة نظري وحسب وجهة النظر التغذوية، تكون المشروبات اللي الشعير الخالية من الكحول هي ذات قيمة غذائية أعلى من المشروبات الاعتيادية اللي هي بيبسي أو أي مشروبات أخرى تحتوي على سكر ونكهات فقط، خالية من إضافات أو خالية من المركبات الفعالة اللي يستفاد من عندها جسم الإنسان. لذلك نقيع الشعير أو خلاصة الشعير هو بالمقارنة مع المشروبات الأخرى الغازية هو أفضل، وطبعا اللي هو خالي من الكحول. وبكل الأحوال يكون هذا سعر أرخص بالمقارنة مع اللي يحتوي على الكحول نتيجة مرور الأخير في عملية التخمر ورفع تكلفة الإنتاج. معكم الأستاذ الدكتور ضياء فالح الفكيكي من مختبرات أبحاث الأغذية وحماية المستهلك في جامعة البصرة. تحياتي. يا قوة الله.